يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، عندنا في إحدى المناطق ما يسمى بالعرضة، وفيها يستخدم الزير، وهناك أناس أقول لهم إن هذا حرام ولا يجوز فيطالبونني بالدليل فأسكت، فما قولكم؟ تأتي إلى دار الإفتاء وتأخذ صور من الفتاوى الصادرة في العرضات والأشياء هذه، تأخذ صور من الفتاوى وتصورها وتوزعها عليهم لعلهم ينتفعون بها وينتفع غيرهم. نعم.